رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء، شرف وزيادة في التمكين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء، شرف وزيادة في التمكين. أمر الملائكة يسجد الخلق الجديد، سجد الملائكة كلهم إلا العنيد، شيطان رجيم مغرور لعين خلق نار ودخل قطين، ما سجدش صار من الملعونين. وسوس لآدم في النعيم، وشاور له عالشجرة اللئيم، قال له الخلود سر الوجود، بس انت دوب تصبح أوام، تصبح الخالدين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء، شرف وزيادة في التمكين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد ذي الجاه العظيم، وصل وسلم على سيدنا محمد ذي الفضل العميم، وصل وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. القتل أول جريمة لبني الإنسان على الأرض، وقد كان سببها السبب ذاته الذي أخرج آدم من الجنة، وهو الحسد. فوقع من ابن آدم ما حذر الله منه، فالحسد هو أول مداخل الشيطان. سيدي الإمام، هل عرفت لنا معنى الحسد؟ الحسد مرض عظيم وداء خطير يصيب الحاسد نفسه، فيأخذه الهم والغم. والحسد
هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وتكون مكللة بالصفات الذميمة كالغيرة والحقد والكراهية. وقانا الله شر الحسد والحاسدين. ما بال التوأمين اللذين ذهبا ولم يعودا؟ ها؟ مولاتي، لقد تحدثا عن آخرين معهما. ألم يعلما أنني أنا زنعانة ملكة الجن؟ أخفينا عنهما يا مولاتي حتى نعلم ما وراءهما. أجل، فقد قال إن هناك آخرين غيرهما. ابحثوا عنهم جميعاً، أريد حشد الجنود والأتباع حتى تعود مملكتي من جديد، مملكتي التي دمرها ملائكة السماء. هيا هيا انطلقوا. يا معشر الجن، يا من اتبعتموني، نرضى بحكم الله عز وجل ونعيش في سلام، عسى أن يتوب الله علينا ونبتعد عن طريق إبليس حتى لا يوردنا النار معه. لقد مات كبير الجن سوميا. ماذا سنفعل الآن؟ هل نذهب إلى إبليس وننضم إليه؟ أجل، نذهب إلى إبليس لنكون من جنوده. أنا لا أستطيع أن أنظر إلى عينيه، إنه يملأني رعبا. لا، يجب أن نتسرع في اتخاذ القرار لنستطلع أولا أمر القوم الذين ذهب إليهم شاصر وبعصر. نعم، يجب ألا نتورط مع أي فريق حتى نتبين الأمر. وماذا سيفعل أتباع سوميا بعد أن مات؟ لا شأن لنا، شاصر بعصر. نعم. اذهبا بنا إلى هؤلاء الآخرين، هيا. النهر يجف والمراعي يصيبها الجدب، وقابيل يحتكر الحنطة والثمار. لم يعد في الروابي ماء ولا شجر يعطي الثمار، ولم يعد أمام هابيل وإقليما إلا اللجوء لقابيل وأرضه، حيث الثمار والطعام لهم ولأغنامهم. هابيل، إني متعبة جدا، لم يعد لدينا ما نقتات به بعد أن جف النبع، وأصبحت النباتات يابسة والأغنام جوعا. سأحاول البحث عن مرعى آخر وربما أجد نبع ماء. دعنا نذهب إلى أخينا قابيل، فعنده الحنطة والثمار. لا يا إقليمة، قابيل يكرهني وسيظهر الشماتة لي،
وأخشى إن تواجهنا مرة أخرى أن يحدث ما لا يحمد عقباه. الجوع يرهقني يا هابيل، إلى متى ننتظر؟ حتى تعود السحب بالأمطار، يجب أن نحتمل. لا، لم أعد أحتمل يا هابيل، إني ذاهبة إليه. إنهما يتضوران جوعا، سيهلك الاثنان، إقليما وهابيل. أيتها الغبية، لا يجب أن يموت الآن، يجب أن ينشب الصراع بينهم جميعا ويقتتلوا، هكذا سيكون الأمر أكثر متعة. ترى من سيرتكب أول جريمة في تاريخ بني آدم، قابيل أم هابيل؟ المهم أن تقع الجريمة، أن يسيل الدم كي ينفطر قلب آدم وحواء. فلنترقب إذن. أشعر أن ساعة أحد هؤلاء الإخوة قد اقتربت، فأنا أشم رائحة الموت في كل مكان. اعصفي يا رياح الشر، اعصفي على الأرض. اقتربت ساعة الانتصار يا إبليس، حانت لحظة الانتقام من آدم وبنيه، فلتعصفي يا رياح الشر. انتظروا حتى تحضر مولاتي. مولاتك؟ هل تقصد الملكة زنعانة؟ لقد هلكنا، نهرب من إبليس لنقع في يد من هو أكثر منه شرا. سوف أهرب من هنا قبل أن تأتي، وأنا أيضا لن أظل هنا حتى تأتي هذه الشريرة. صمتا أيها الشقيان، أنتما سبب هذه الورطة. مولاتي الملكة، ملكة العالم السفلي، فلينحني الجميع. مرحبا بكم أيها الأتباع المخلصون. مولاتي، لقد ظننا أنك... ظننتم أني هلكت مع من هلك، أليس كذلك؟ هو ذاك يا مولاتي. ماذا عندكم من أخبار باقي الأتباع؟ هناك آخرون يا مولاتي. أجل يا مولاتي، ويتبعون ملكا اسمه إبليس. أصمت أيها الغبي. أنا الملكة على هذه الأرض، أنا الملكة ولا أحد غيري، وليأتي الجميع وعلى رأسهم إبليس هذا ليقدم لي فروض الولاء والطاعة. أجل، ولكننا... أصمت! أصمت ولا تتكلم حتى آذن لك. اسمع، ستذهب أنت وتوأمك هذا إلى المدعو إبليس ليأتي إلى هنا مع أتباعه على الفور. ها؟ هيا هيا انصرفا. قابيل،
أنا التي أقنعت هابيل أن يأتي إليك. لقد عجزت عن احتمال الجوع. كل ما في خزانتي من حنطة وثمار لك يا إقليمة، ولهابيل من أجل خاطرك. قابيل، ما جئت لتعولني، ولا أقبل أن تعطيني طعاما لا أستحقه. هابيل، أنا جائعة، فلترجئ حديثك هذا مع أخيك. أغنامنا أيضا على وشك أن تهلك، وأنيس كاد يموت جوعا. أنيس، هل هذا هو الوحش المخيف؟ لماذا لا تسمعني زائرك كما كنت تفعل؟ هك يدي، هل تستطيع أن تنهشها؟ قابيل، أنيس لن يستطيع أن يفعل شيئا، لقد عضه الجوع، إنه لم يعد وحشا. يبدو أن هابيل كان على حق. دعنا نعود يا هابيل، الجوع أرحم من شماتتك. لا لا يا إقليمة، سوف نتفق ولن نختلف أبدا. لا لا أظن. صدقيني، لقد جاء أبوانا أيضا، إنهما بالداخل. هيا هيا يا إقليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Thank you.